قناة روايتستان تقدم شبح النافذة، قصة بوليسية لسيدة أدب الجريمة أغاثا كريستي، بصوت أحمد رمضان الجمال. قالت الليدي سينثيا للمستر ساترويد وهي تقرأ بصوت مسموع النبأ التالي في إحدى الصحف اليومية: يقيم المستر والميسيس أنكرتون في بيتهما جرينوي هاوس حفلة في نهاية هذا الأسبوع، وسيكون من بين المدعوين الليدي سينثيا دريغ والمستر ريتشارد سكوت وزوجته والميجور بورتر والميسيس ستافرتون والكابتن ألينسون والمستر ساترويد. ثم أردفت قائلة وهي تطرح الصحيفة جانبا: من الخير أن يعرف الإنسان من هم المدعوون الذين سيكون بينهم في حفلة ما. وأومع لها المستر ساترويد برأسه موافقا، بينما استطردت هي قائلة: مثلا هل تعرف مستر ريتشارد سكوت؟ نعم نعم، أليس هو صياد الوحوش المشهور؟ إنه هو صياد النمور والسباع كما تقول الأغنية، وهو نفسه سبع كبير، ولا شك أن آل أنكرتون مسرورون بقبوله الدعوة. ثم هناك عروسه الحسناء، إنها طفلة جذابة فاتنة لا يزيد عمرها عن 20 عاما، بينما لا يقل هو عن 45 من العمر. يا لها من مسكينة. وكانت الليدي سينثيا نفسها سيدة في نحو 40، تسرف في وضع مساحيق الزينة على وجهها الجامد الصارم الذي نظر إليه الساترويد وهو يقول بدهشة: مسكينة؟ لماذا؟ فألقت الليدي عليه نظرة عتاب، ولكنها استطردت تقول: أما الميجور بورتر فلا بأس به، إنه أحد صياد الوحوش في إفريقيا، ملوح الوجه، هادئ قليل الكلام، صديق حميم لريتشارد سكوت، كما أنه معجب به كل الإعجاب، وأنا أعتقد أنه كان معه في تلك الرحلة. أية رحلة؟ الرحلة إلى داخل إفريقيا التي أعدتها الميسيز ستافرتون. أخشى أن تقول أنك لم تسمع أيضا عن الميسيز ستافرتون. بل سمعت عنها. فغمزت الليدي بعينيها وقالت: ما كان ينبغي أن يجمع آل أنكرتون في حفلتهما بينها وبين ريتشارد سكوت بعد أن تزوج أخيرا، فقد كانت الميسيس ستافرتون في تلك الرحلة الإفريقية، ولاكت الألسنة الأقوال عن علاقتها الغرامية بريتشارد. ولكن المهم هو كيف قبلت هذه المرأة دعوة آل أنكرتون. لعلها لم تعرف أن ريتشارد وزوجته سيكونان من بين المدعوين. إنها تعرف ذلك تماما، وأعتقد أنها امرأة خطيرة لا تتراجع عن هدف من أهدافها. إنني أرثى لريتشارد منذ الآن. وزوجته، هل تعرف شيئا عن علاقة زوجها السابقة بالميزيز ستافرتون؟ لا، ولكن تأكد أن بعض المدعوين سيتطوعون بإخبارها عاجلا أم آجلا. هذا هو جيمي ألينسون، يا له من شاب لطيف، لقد كان لطيفا جدا معي أثناء زيارتي لمصر في الشتاء الماضي. هي جيمي، تعال هنا. وأطاع الكابتن ألينسون وجلس معها في الشرفة، وكان شابا في 30 من عمره، وسيما لطيفا يتمتع بأسنان ناصعة البياض. وقد قال في مرح: يسرني أني وجدت من يريدني، فإن المدعوين جميعا مشغولون في هذه اللعبة أو تلك، وقد خشيت أن تهتم مضيفتي الميسيس أنكرتون بأمري فتكون الطامة الكبرى. فضحكت الليدي سينثيا بينما استطرد جيمي قائلا: وأسوأ من هذا، خشيت أن تقص علي الميسيس أنكرتون قصة شبح الأسرة. فصاحت الليدي سينثيا قائلا: شبح أسرة أنكرتون؟ يا للهول. وهنا قال المستر ساترويد بهدوء: لا، ليس شبح آل أنكرتون، إنه شبح آل جرينوي الذين كانوا يملكون هذا المنزل. لقد اشترى أنكرتون هذا البيت والشبح معه. إنني أتذكر الآن، ولكنه ليس شبحا يفاجئ المقيمين في البيت بصليل سلاسله، وإنما هو على ما أذكر شبح نافذة. وقال الكابتن جيمي ألينسون في دهشة: نافذة؟ ولم يجب المستر ساترويت عندئذ، وإنما كان مشغولا بالنظر إلى 3 أشخاص متجهين نحو المنزل: فتاة ممشوقة القوام بين رجلين، كل منهما طويل القامة، ملوح البشرة، سريع النظرات، وفيما عدا هذا
فلم يكن ثمة تشابه، إن أحدهما الرحالة ريتشارد سكوت، وكان رجلا قوي المظهر، عارم الشخصية، جذابا في سلوكه وتصرفاته. أما الميجر بورتر صديقه وزميله في الصيد، فكان رجلا جامد الوجه، هادئ السمت، تنم عيناه الزرقاوان على التفكير والتأمل المستمر. وبينما كانت تسير ميورا سكوت، عروس ريتشارد الذي تزوجها قبل ذلك بثلاثة أشهر، وكانت فتاة ممشوقة القوام، ذات عينين واسعتين كاستنائيتين، وشعر ذهبي اللون، يميل إلى الحمرة، ويدور حول وجهها كأنه هالة من نور. وقال ساترويت لنفسه: لا ينبغي أن تصاب مثل هذه الطفلة بأي سوء، إن من العار أن تعاني طفلة كهذه من شرور البشر. وحيت الليدي سينثيا القادمين بيديها وبفيض من عبارات الترحيب، ثم قالت: اجلسوا ولا تقاطعوا المستر ساترويت، لسوف يقص علينا قصة شبح. فقال ريتشارد سكوت: شبح غرينوي؟ نعم، أتعرف قصته؟ نعم، كنت أتردد من قبل على هذا البيت قبل أن يبيعه آلو إليوت، وهم يسمون الشبح الفارس الرقيب، أليس كذلك؟ وهنا تمتمت زوجته بصوتها الناعم قائلة: الفارس الرقيب؟ يبدو أن القصة ممتعة حقا، حدثنا عنها يا مستر ساترويت. وحاول ساترويت أن يراوغ بأن يوضح لهم أنها قصة خالية من عامل التشويق، ولكنهم ألحوا عليه، فلم يجد مفرا من الحديث قائلا: أعتقد أن القصة الأصلية تدور حول فارس كان جدا لأسرة آلي إليوت، وكان لزوجته عشيق من حزب معارض، وقد فر هذا العشيق هاربا مع الزوجة بعد أن قتل الزوج في إحدى غرف الطابق العلوي، ولكن العشيقين أثناء فرارهما من البيت استدار إليه، فرأي في نافذة الغرفة التي كانت مسرحا للجريمة وجه الزوج القتيل يراقبهما. هذه هي الأسطورة كلها، ولكن الذي حدث بعد ذلك أن زجاج نافذة تلك الغرفة كان يبدو من قريب نظيفا لا أثر للبقع فيه، ولكن الناظر إليه من بعيد يخيل إليه أنه يرى وجه فارس رقيب يبدو ورائه. ورفعت الميسيس سكوت رأسها ونظرت إلى واجهة البيت وهي تقول: أي نافذة هذه؟ إنك لا ترينها من هذا المكان، لأنها في الجانب الخلفي من البيت، وقد كسيت جدرانها بالألواح الخشبية منذ 40 عاما تقريبا، وقد أغلقت هذه الألواح النافذة من الداخل. ولماذا فعلوا هذا؟ لقد ظننت أنك قلت أن الشبح لا يخرج من الغرفة. نعم، ولكن الخرافات كثرت حول ذلك الشبح، فآثر أصحاب البيت السابقون أن يضعوا حدا لهذه الخرافات. وعندئذ استطاع بلباقة أن يدير دفة الحديث إلى موضوع آخر، وهو موضوع الرجم بالغيب عن طريق الرمل أو ورق اللعب أو القواقع الجافة. وهنا قال ريتشارد ضاحقا: لقد حاولت ميورا أن تغري غجرية من الراجمات بالغيب أن تنبئها عن المستقبل، ولكن العرافة أعادت إليها النقود ورفضت أن تقول لها شيئا. فقالت ميورا: لعلها رأت في صفحات مستقبلي أحداثا رهيبة فرفضت أن تصدمني بها. فقال لها الكابتن أليسون باسما: أوه، لا تتركني إلى التشاؤم يا مستر سكوت، فأنا أحد الذين يؤمنون بأن أفراح الحياة في انتظارك دائما. وقال المستر ساترويت لنفسه: أرجو هذا، ولكن. وفجأة نظر أمامه بسرعة فرأى سيدتين تخرجان من البيت، إحداهما بدينة قصيرة سوداء الشعر ترتدي ثوبا من الحرير الأخضر، والثانية طويلة القامة ممشوقة القوام في ثوب من الحرير الأبيض. والسيدة الأولى كانت ميسيس أنكرتون المضيفة، أما السيدة الثانية فلم يكن ساترويت قد رآها من قبل. وقالت الميسيس أنكرتون في زهو: هذه السيدة ستافرتون قد وصلت أخيرا، أعتقد أن المدعوين جميعا قد تكامل عددهم. وركز ساترويت نظرته على السيدة ستافرتون، فرآها طبيعية في حركاتها وفي حديثها، وهي تقول لريتشارد سكوت في غير مبالاة: هلو ريتشارد، يخيل إلي أني لم أرك منذ أجيال وأجيال، وإني أقدم أسفي حيث لم أتشرف بالحضور إلى حفلة زواجك. أهذه عروسك؟
لا شك أنك يا عزيزتي قد مللت الجلوس مع أصدقاء زوجك الصيادين الملوح الوجوه دائما. وأعجبتها ميورا في رقة وخجل، بينما كانت السيدة ستافرتون تجمعها بنظرات سريعة، ثم إذا بها تتحول بسرعة إلى الحديث مع الليدي سينثيا بنفس البساطة والخفة. وأدرك ساترويت أنه أمام امرأة خطيرة حقا، تعرف كيف تخفي مشاعرها تحت ستار من التلطف والنعومة. امرأة ذهبية الشعر، عينها زرقاوان وصوتها ذو رنين خاص، كما أنها مضيئة الابتسام. وجلست إيريس ستافرتون لتغدو منذ اللحظة الأولى موضع اهتمام الجميع، وهذا ما أدركه ساترويت على الفور. وتذكر ساترويت فجأة أن الميجر بورتر عرض عليه أن يتمشي في الغابة المجاورة قليلا، ومن ثم نهض وأومأ له، وما لبث أن صار في الممر المؤدي خارج البيت. وقال الميجر: إن قصة الشبح التي حدثتنا بها الآن عجيبة حقا، لسوف أطلعك على النافذة التي كان شبح الفارسي يبدو وراءها. ومضى به إلى الجانب الغربي من البيت، وهناك كانت حديقة صغيرة تابعة للبيت تسمى الحديقة الخاصة، لأنها محجوبة عن الخارج بسور مرتفع تعلوه النباتات المستقلة. وحتى الممر المؤدي إليها كان حلزونيا متعرجا يحف به السور المرتفع ذو النباتات المتسلقة. وعندما يدخل الإنسان إلى هذه الحديقة الخاصة يحس أنه في عزلة تامة عن العالم، وأنه أصبح في عالم خاص جميل كله زهور وشذا وخضرة دائمة. وعندما بلغ منتصف الحديقة أشار ساترويت إلى المنزل الذي كان يمتد من الشمال إلى الجنوب. أما الجانب الغربي الضيق فقد كانت ثمة نافذة في الطابق الأول الذي يعلو الطابق الأرضي، تكاد النباتات المتسلقة تبلغ حافتها، وظهر أن زجاجها مغلف من الداخل بألواح خشبية. وقال ساترويت مشيرا إليها: هذه هي النافذة، إن الألواح الخشبية الداخلية تخفيها من داخل الغرفة. واشرأب الميجر بورتر بعنقه، ثم قال وهو يحملق في زجاج النافذة: ها، إنني لا أرى أكثر من لون حائل في أحد الألواح الزجاجية لا أكثر. لأنك شديد القرب من النافذة، ولكن هناك مرتفعا خاليا من الشجر في الغابة القريبة يمكنك منه أن تلقي نظرة على النافذة من بعيد. ومضى مع بورتر إلى خارج الحديقة الخاصة، ثم انعطف يسارا وتقدم في الطريق إلى الغابة، وكان يقول وهو في طريقه بحماس: لقد أنشأوا نافذة أخرى في الجانب الجنوبي من المنزل، أي الجانب الذي كنا نجلس فيه منذ لحظات، ويلوح لي أن ريتشارد سكوت وزوجته سينزلان في هذه الغرفة بالذات، مما جعلني أمتنع عن الاستطراد في الحديث عن الشبح. لقد خشيت أن تضطرب أعصاب ميسيس سكوت حين تعلم أنها تنام في غرفة مسكونة بشبح قتيل. آه، فهمت. ونظر ساترويت إليه بسرعة، فأدرك من سمات الشرود البادية عليه أنه لم يسمع منه كلمة واحدة، وإنما استطرد يقول كأنما يحدث نفسه: نعم نعم، ما كان ينبغي أن تحضر إلى هذا البيت أبدا. وكان الناس عادة يتحدثون هكذا مع ساترويت باعتباره شخصية سلبية لا وزن لها في مشكلات الحياة، ولكنه قال متجاوبا في الحديث وهو يظنه يتحدث عن السيدة ستافرتون: هل هذا رأيك؟ لقد كنت مشتركا في تلك الرحلة، ريتشارد وأنا وإيريس ستافرتون، إنها امرأة رائعة وصيادة بارعة، فلماذا دعوها إلى هذه الحفلة؟ فهز ساترويت كتفيه قائلا: ربما لجهلهم بالحقيقة. لسوف يحدث بعض الاضطرابات، وينبغي أن نكون على حذر ومستعدين لبذل كل جهدنا لكي تمر نهاية هذا الأسبوع على خير. ولكن السيدة ستافرتون لا شك. إنني أتحدث عن سكوت. أترى أن ميسيس سكوت العروس الشابة يجب أن نهتم بأمرها إذا هي عرفت الحقيقة؟ وبعد برهة من الصمت قال ساترويت: كيف التقى ريتشارد سكوت بعروسه؟ في الشتاء الماضي في مصر، واشتعل لهيب الحب بينهما سريعا، وتمت الخطبة في 3 أسابيع والزواج في 6 أسابيع. الواضح أنها فتاة جذابة جدا. إنها فعلا جذابة وجميلة، وهو يقدسها، ولكن هذا لا يعني شيئا. وفجأة عاد يقول بلهجة كمن يحدث نفسه:
اللعنة على كل شيء، ما كان ينبغي أن تحضر. وكان قد وصل عندئذ إلى المرتفع في الغابة، فاستدار ساتورويت وأشار إلى النافذة قائلا: انظر. ورغم شفق الغروب فقد كانت النافذة واضحة، وكان يبدو أن وجه رجل يطل من وراء زجاجها، وعلى رأسه قلنسوة فارس عليها ريشة طائر. وقال بورتر: هذا عجيب، عجيب جدا، ماذا يحدث مثلا إذا تحطم هذا اللوح الزجاجي؟ فابتسم ساتورويت قائلا: هذه إحدى الجوانب المدهشة في هذه القصة، إن هذا اللوح الزجاجي استبدل 11 مرة وربما أكثر، وكانت المرة الأخيرة منذ 12 عاما، ولكن البقع التي يتكون منها شكل وجه الشبح لا تلبث أن تظهر مرة أخرى، وهي لا تظهر دفعة واحدة، وإنما تنتشر انتشارا تدريجيا حتى يتكون شكل الوجه والقلنسوة خلال 2 شهر عادة. وللمرة الأولى لاح الاهتمام الشديد على وجه الميجور بورتر، وصارت في جسمه رعدة خفيفة، وهو يقول: هذا عجيب جدا، وكم من الظواهر في الحياة ليس لها تعليل، ولكن ما جدوى وضع ألواح الخشب وراء الزجاج إذن؟ انتشرت إشاعة أن الغرفة منحوسة، فقد كان إيفيشا مقيما بها عندما طلق زوجته، وكان ستانلي وزوجته مقيمين بها عندما نزل ضيفين على إيفيشا، ولم يلبث ستانلي أن هرب مع فتاة من بنات الليل. فرفع بورتر حاجبيه في دهشة وقال: فهمت، إن الخطر في الغرفة ليس على الحياة وإنما على الأخلاق. وقال ساتورويت في نفسه: ويقيم بها الآن سكوت وزوجته، ترى ماذا سيحدث؟ وصار في طريق العودة إلى البيت صامتين، كل منهما يسير في سكون على العشب الأخضر مستغرقا في أفكاره. وحينما كان ينعطفان في الممر المؤدي إلى الحديقة الخاصة، سمع صوت إيريس ستافرون ينساب وهي تقول بحدة: لسوف تندم على هذا، نعم سأجعلك تندم على هذا. وأجاب سكوت بصوت خافت مضطرب غير مسموع، ومرة أخرى ارتفع صوت إيريس ستافرون عنيفا حادا من قلب الحديقة الخاصة: الغيرة؟ إنها تدفع بالإنسان إلى الجحيم، إنها الجحيم نفسه، إنها قد تدفع المرأة إلى ارتكاب جريمة قتل، فكن على حذر يا ريتشارد، نعم كن على حذر. وعندئذ خرجت أمامهما من الحديقة الخاصة، ثم انحرفت عند منعطف المنزل دون أن تراهما، وصارت بسرعة وخفة وكأنما هي تجري خائفة من شيء. وفكر ساتورويت مرة أخرى في كلمات الليدي سينثيا: حقا إن هذه المرأة خطرة، وشعر لأول مرة بذلك الإحساس الذي يجعله يتوقع حدوث مأساة في وقت قريب. ولكنه في ذلك المساء خجل من مشاعره المنطوية على الخوف والتشاؤم، فقد بدا كل شيء طبيعيا لطيفا، فإيريس ستافرون لا يبدو عليها أي توتر عصبي، وهي تتحدث بطريقتها البسيطة الرقيقة، وميورا سكوت بقيت كما هي، حلوة جذابة لا أثر عليها لاضطراب أو خوف، بل إنها كانت تتحدث في مودة مع إيريس وكأنهما صديقتان، بل إن ريتشارد سكوت نفسه كان يبدو مبتهجا وسعيدا. أما ميسيس أنكرتون فكانت هي الوحيدة التي تبدو عليها الهموم والقلق، وقد قالت للمستر ساتورويد على انفراد في النهاية: لعلك تتهمني بالحماقة والسخف، ولكني أشعر بخوف شديد رغم عني، وقد أرسلت إلى صانع الزجاج دون أن أخبر زوجي بالأمر. صانع زجاج؟ نعم، ليضع لوحا جديدا من الزجاج في تلك النافذة، إن زوجي نيد فخورا بقضية الشبح الذي يسكن منزلي، ولكني لا أشاركه هذا الفخر، ولهذا فقد أرسلت لاستدعاء صانع الزجاج ليضع لوحا جديدا نظيفا من الزجاج. ولكنك نسيتي، أو لعلك لا تعلمين، أن شكل وجه الشبح يرتسم على اللوح بعد 1 أو 2 شهر. إنني أتحدى هذا الوجه، ولسوف أضع لوحا جديدا من الزجاج كل 1 أو كل أسبوع إن لزم الأمر، إن ثمن هذه الألواح لن يؤدي إلى إفلاسنا على كل حال. وقال ساتورويت لنفسه: والآن على شبح هذا الفارس أن يجد طريقة أخرى ليستطيع التغلب بها على قوة المال. وشاء القدر في تلك الليلة أن يسمع ساتورويت حديثا آخر،
فبينما كان صاعدا إلى غرفته رأى الميجور بورتر والسيدة ستافرون جالسين في ركن من البهو الكبير بالقرب من السلم يتبادلان الحديث، وكانت هي تقول بصوتها الذهبي: لم أكن أعرف أن سكوت عروسه من بين المدعوين، ولو كنت أعرف لما حضرت، ولكني أؤكد لك يا عزيزي أنني لن أهرب من هذا الموقف ما دمت قد حضرت. ومضى ساترويت في طريقه بعيدا عن مرمى السمع وهو يقول لنفسه: ترى أهي صادقة في حديثها؟ أحقا لم تكن تعرف أن ريتشارد سكوت لم يكن من بين المدعوين؟ وفي الصباح وفي ضوئه الصافي أحس أنه بالغ في مخاوفه وأوهامه في الليلة السابقة، ولا شك أن كل ما خمره كان ناتجا من توتر أعصابه، أو لعل خمول الكبد عادة مرة أخرى. نعم إنه الكبد، إن عليه أن يمضي للاستشفاء في كارلسباد في أول فرصة. وعند الغروب اقترح على الميجور بورتر أن يتمشي مرة أخرى في الغابة وأن يمضي إلى المرتفع ليريا هل كانت الميسيس أنكرتون صادقة في قولها أنها ستغير اللوح الزجاجي في النافذة بآخر جديد. ولكنه في الواقع كان يريد أن يستمتع برياضة المشي. وصار الرجلان ببطء في الغابة، وكان الميجور بورتر كالمعتاد متحفظا قليل الكلام. أما ساترويت فقد قال على سبيل المحادثة: لا يسعني إلا أن أشعر بأننا كنا واهمين حين توقعنا حدوث شيء خطير أمس، فالمعروف أن الناس عادة يكتمون مشاعرهم الخاصة في مثل هذه الظروف، ويحاولون أن يحسنوا السلوك مع الداعين والمدعوين. فقال بورتر: لعلك تعني الناس المتحضرين. ماذا تقصد؟ أقصد الناس الذين عاشوا فترات طويلة خارج العالم المتحضر، يرتدون أحيانا إلى العالم الهمجي الذي تعودوا عليه. وبلغ قمة المرتفع في الغابة، وهناك رأي وراء زجاج النافذة وجه الشبح، وكان في هذه المرة أقرب ما يكون إلى وجه إنسان حي. وقال ساترويت: يبدو أن الميسيس أنكرتون لم تجرؤ على تغيير اللوح الزجاجي. لا شك أن زوجها عرضها بشدة في هذا الشأن، إنه من الأشخاص الذين يفخرون بأشباح الأسر الأخرى، ولعله لم يشتري هذا المنزل إلا لأنه مشهور بأن الفارس الرقيب يقيم فيه. ثم أردف وهو ينظر إلى العشب المحيط به: ألم يخطر ببالك يوما أن المدنية خطرة جدا؟ خطرة جدا؟ نعم، لأنها خالية من صمامات الأمان النفسي. وفي طريق العودة قال ساترويت لبورتر: إنني لا أفهم تماما ماذا تاني يا ميجر؟ فضحك بورتر وقال: أتظن أنني أخرف بما لا أعرف يا مستر ساترويت؟ حسنا، إن هناك أناسا يشعرون بقرب هبوب العواصف، وهناك كما تعرف أناس يحسون بقرب وقوع أمور خطيرة، وأنا أشعر أن أمورا خطيرة ستقع الآن. نعم يا مستر ساترويت، أمور خطيرة جدا ربما تحدث في أي لحظة حالا. وأمسك عن الكلام فجأة ووضع يده على ذراع المستر ساترويت، وفي اللحظات القليلة التالية فوجئ كل منهما بسماع طلقتين ناريتين عقبتهما صيحة امرأة. وهتف بورتر: يا إلهي هلما نسرع. وانطلق يعدو في الطريق إلى البيت، والمستر ساترويت وراءه يلهث، وفي لحظات كان قد وصل إلى الممر المؤدي إلى الحديقة الخاصة. وفي الوقت نفسه كان ريتشارد سكوت والمستر أنكرتون يقبلان من الجانب الآخر من المنزل نحو الحديقة، وتوقف الرجال الأربعة أمام بعضهم البعض على الجانب الأيمن والأيسر للحديقة الخاصة. وقال أنكرتون وهو يشير بإصبعه إلى تلك الحديقة: لقد صدر الصوت من هنا. وقال بورتر وهو يتقدمهم في المنعطف المؤدي إلى الحديقة: هلما نرى. ولما بلغ مع أصحابه آخر منحنى في الممر المؤدي إليها توقف متثمرا في مكانه، واختلس ساترويت النظر من وراء كتفه بينما أرسل سكوت صيحة عالية. كان ثمة ثلاثة أشخاص في قلب الحديقة الخاصة، اثنان شاب وشابة ملقيان بجوار المقعد الحجري، والثالثة الميسيس ستافرتون واقفة بجانب السياج تنظر بعينين ملأهما الفزع إلى شيء في يدها اليمنى. وصاح الميجور بورتر: إيريس، إيريس، ما هذا الذي في يدك بحق السماء؟ فنظرت إليهم في دهشة وذهول،
ثم قالت في شيء من عدم الاهتمام: مسدس. ثم أردفت قائلة بعد لحظة كأنها بهرت: تناولته من أرضية الحديقة. وتقدم المستر ساترويت إلى حيث كان أنكرتون وسكوت راكعين بجانب الجسدين، وكان سكوت يهتف قائلا: أسرعوا باستدعاء الطبيب، يجب استدعاءه حالا. ولكن يد الموت كانت أسبق من الجميع. وهكذا ظل جسد الكابتن جيمس آلينسون مسجع على العشب بجوار جسد ميورا سكوت بلا حركة أو حياة. وكان ريتشارد سكوت هو الذي تولى فحص الجسدين وتأكد من موتهما، وقد بدا بوضوح أنه حقا يتمتع بأعصاب حديدية، وأنه بعد صيحة الألم والدهشة الأولى استرد زمام أعصابه بسرعة، وقال وهو يعيد وضع جسد زوجته على العشب برفق: أصابتها الرصاصة من الخلف، لقد نفذت من ظهرها إلى صدرها. ولما فحص جيمي آلينسون وجد أن الجرح في صدره وأن الرصاصة أصابته من الأمام واستقرت في جسده. وقال بورتر بحزم وهو يقترب منه: لا ينبغي أن يلمس أحدا شيئا، فالواجب أن يجد البوليس كل شيء كما حدث. وبرقت عين ريتشارد سكوت بنيران الغضب وهو ينظر إلى الميسيس ستافرتون وهو يقول: البوليس. ثم تقدم نحوها، وكان بورتر اعترض سبيله وراح يتبادل معه النظرات الحادة برها، ثم قال وهو يهز رأسه: لا يا ريتشارد، إن المظاهر تدل على أنها هي، ولكنك مخطئ في ظنونك. إذن لماذا كان المسدس في يدها؟ هنا قالت إيريس في لهجة الدفاع عن نفسها: لقد تناولته من أرضية الحديقة. قال أنكرتون: البوليس، يجب استدعاء البوليس فورا، ويجب أن يبقى أحد هنا. وتطوع ساترويد بأن يبقى في مكان الحادث حتى يأتي رجال البوليس. وقبل المضيف هذا العرض، ثم قال: يجب إبلاغ الأمر للسيدات، نعم، للليدي سينثيا ولزوجتي العزيزة. وبقي ساترويد في الحديقة الخاصة ينظر إلى الجثتين ويقول لنفسه في أسف: مسكينة أيتها الطفلة، لقد ذهبت في عمر الظهور. وفيما هو يتأمل وجهها الصغير ونصف الابتسامة التي لا تزال باقية على ثغرها وشعرها الذهبي المشعث وأذنها الدقيقة الرقيقة، لاحظ وجود بقعة من الدم على شحمة الأذن، وأحس في أعماق نفسه بالرغبة في الاستنتاج والاستدلال كما يفعل رجال المباحث. ومن ثم استنتج أن هذه البقعة ناشئة من قرط كان في تلك الأذن. نعم، هذا صحيح، لأنه رأى في الأذن الأخرى قرطا صغيرا عبارة عن حبة لؤلؤ في مشبك ذهبي. وقال مفتش البوليس وينكفيلد بعد أن سأل الجميع ثم جلس معهم في البهو الكبير: والآن يا ميجر بورتر، أفهم أنك كنت عائدا من الغابة مع المستر ساترويد عندما سمعتما طلقتين ناريتين ثم صيحة امرأة، فاندفعتما تجريان في الممر الملتوي المؤدي إلى الحديقة الخاصة من الناحية اليسرى، أليس كذلك؟ تماما. ومعنى هذا أنه لو كان أحد أراد الهرب من الحديقة الخاصة لالتقى بك وبالمستر ساترويد أو بالمستر أنكرتون والمستر سكوت اللذين كان مسرعين من الجهة اليمنى، لأنه لا يوجد منفذ آخر للحديقة الخاصة. نعم يا سيدي المفتش، هذا صحيح. حسنا جدا. وفي الوقت الذي كنتما فيه في الغابة كانت الميسيس أنكرتون وزوجها والليدي سينثيا جالسين في الممر الرئيسي المؤدي إلى البيت، وكان المستر سكوت جالسا في غرفة البلياردو المؤدية إلى ذلك الممر. وفي الساعة 6:10 خرجت الميسيس ستافرتون من المنزل وتبادلت حديثا قصيرا مع الجالسين في الممر، ثم انعطفت عند ركن المنزل في طريقها إلى الحديقة الخاصة، وبعد دقيقتين دوت الطلقتان ناريتان. فاندفع المستر سكوت والمستر أنكرتون في طريقهما إلى الحديقة الخاصة من الناحية اليمنى للمنزل. وفي نفس الوقت كنت أنت يا ميجر بورتر مع المستر ساترويد تندفعان إليها من الجهة الأخرى اليسرى. وهنا رأيتم جميعا الميسيس ستافرتون واقفة والمسدس الذي انطلقت منه الرصاصتان في يدها اليمنى. وكما أفهم ما حدث، أقول أنها أطلقت أولا رصاصة على الميسيس سكوت في ظهرها وهي جالسة على المقعد الحجري، بينما وثب الكابتن آلينسون مندفعا إليها أطلقت الرصاصة الثانية في صدره. وقد فهمت أنه كان ثمة علاقة عاطفية سابقة بينها وبين المستر سكوت. فقال بورتر بصوت أجش كله التحدي:
هذه أكذوبة لعينة، وهز المفتش كتفيه بينما قال المستر ساترويد: وما هي أقوال السيدة ستافرتون؟ قالت إنها ذهبت إلى الحديقة الخاصة لتنفرد بنفسها برها، وفيما هي تمر عند آخر منعطف في مدخل الحديقة سمعت الطلقتين الناريتين، فأسرعت إلى مكان الصوت ورأت المسدس على الأرض فتناولته، ولم تر في الوقت نفسه أحدا داخل الحديقة أو خارجا منها، وإنما رأت فقط المصابين ملقيين بجوار المقعد الحجري. هذه هي أقوالها التي أصرت على الإدلاء بها، رغم أني حذرتها من الإدلاء بأي شيء إلا في حضور محام لها. وهنا قال الميجر بورتر في حزم وأسرار: إذا كانت هذه أقوالها فهي صادقة، فأنا أعرف إيريس ستافرتون. حسنا يا سيدي، إن الوقت متسع لإثبات براءتها فيما بعد، أما الآن فإن علي واجبا ينبغي أن أؤديه. وبحركة سريعة التفت الميجر بورتر إلى المستر ساترويد وقال له: أنت ألا تستطيع أن تساعدها؟ ألا يمكنك أن تقوم بشيء لإثبات براءتها؟ وحس ساترويد بالزهو يملأ نفسه، ولا غرو، فهذا هو رجل معروف في الوسط الاجتماعي، يلجأ إليه ويلتمس منه المساعدة. وقبل أن يقول شيئا أقبل رئيس الخدم تومبسون يحمل على صحفة من فضة بطاقة قدمها إلى سيده المستر أنكرتون الذي كان متهالكا في مقعده، ثم قال: حاولت أن أعتذر للسيد بأنك مشغول الآن، ولكنه أصر على مقابلتك قائلا أن بينك وبينه موعدا. ونظر أنكرتون إلى البطاقة ثم قال: المستر هارلي كوين؟ نعم، لقد حددت موعدا لمقابلته بشأن إحدى اللوحات المصورة، ولكن الظروف الآن. وهنا هتف المستر ساترويت قائلا: أتقول هارلي كوين؟ ما أعجب هذا، لقد طلبت المساعدة مني يا ميجور بورتر، وأعتقد أن في مقدوري تحقيق طلبك. إن المستر كوين صديق لي، وهو شخصية ممتازة في مثل هذه الظروف. وقال المفتش في لهجة لا تخلو من تهكم: أظن أنه أحد هواة كشف الغموض عن الجرائم المعقدة؟ لا، ليس أحد الهواة، وإنما رجل له قدرة عجيبة على أن يجعلكم ترون بأعينكم ما كان يجب أن تروه، وأن تسمعوا بآذانكم ما كان ينبغي أن تسمعوه. ولن يضيرنا شيء إذا نحن عرضنا عليه الخطوط الرئيسية للمأساة، ثم نعرف ماذا سيقول لنا. ونظر المستر أنكرتون إلى المفتش الذي رفع عينيه إلى السقف ساخرا، ثم أومأ برأسه إلى رئيس الخدم تومبسون، فغادر هذا البهوى، ثم عاد ومعه المستر كوين بقامته الطويلة وجسمه النحيل. وقال المستر كوين بعد أن صافح المستر أنكرتون وحي برأسه الجميع: إنني آسف لحضوري في هذا الوقت يا مستر أنكرتون، وأظن أنه ينبغي أن نهمل الآن حديثنا البسيط عن اللوحة الزيتية. هذا هو صديقي المستر ساترويد، أعتقد أنك لازلت مشغوفا بما يجري على مسرح الحياة كعادتك، قال المستر ساترويد وهو ينظر إلى المستر كوين الذي كان يبتسم. مستر كوين، إننا الآن في خضم إحدى مسرحيات الحياة، وإنني وصديقي الميجر بورتر نريد أن نعرف رأيك في أحداثها. وبعد أن ذكر له تفاصيل ما حدث هز المستر كوين رأسه وقال: هذه مأساة مؤلمة، وأعتقد أن انتفاء الباعث على القتل يجعلها شديدة الغموض. فحملق المستر أنكرتون في وجهه قائلا: إنك لا تدرك حقيقة الموقف، فقد سمعت الميسيز ستافرتون وهي تهدد المستر سكوت، كانت شديدة الغيرة من زوجته، والغيرة... إنني أتفق معك، إن الغيرة عاطفة مدمرة، ولكنك أخطأت فهم كلماتي، إنني كنت أعرب عن أسف الشديد لمقتل الكابتن جيمس ألينسون. وهنا هتف الميجر بورتر قائلا: إنك على حق، إن مقتل الكابتن يثير الشك في المأساة كلها، فإذا كانت السيدة ستافرتون تنوي قتل الميسيز سكوت لاستدرجتها بمفردها إلى مكان آخر. نعم، إننا نسير في الطريق الخطأ، وأنا أعتقد أن هناك وجها آخر للموضوع، وأنا أعترف أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة ذهبوا إلى الحديقة الخاصة قبل وقوع الحادث، جيمي ألينسون وميسيز سكوت ثم ميسيز ستافرتون، ورأيي هو أن جيمي ألينسون أطلق النار على ميسيز سكوت ثم على نفسه، ثم وقع المسدس من يده حيث تناولته الميسيز ستافرتون عند دخولها عقب الحادثة مباشرة.
فهز المفتش رأسه وقال: هذا التعليل غير معقول، فلو أن الكابتن ألينسون قتل نفسه لظهرت آثار البارود على ملابسه، لعله أطلق النار على نفسه من مسافة ذراع. ولماذا لم يفعل هذا؟ لا معنى لذلك، وعدا هذا فما هو السبب؟ ربما فقد صوابه فجأة. وصمت بورتر وهو يشعر أن حجته ازدادت ضعفا عند هذا الحد، ولكنه لم يلبث أن قال للمستر كوين في تحد: ما رأيك أنت يا مستر كوين؟ إنني لست ساحرا، بل ولست باحثا جنائيا، ولكن يمكنني أن أقول أنني أؤمن جدا بقيمة الانطباعات النفسية، ففي اللحظات العصيبة تنقش في الذهن لحظة معينة أو صورة معينة بعد أن تتلاشى جميع الصور الأخرى، ويبدو لي أن المستر ساترويد هو المراقب الوحيد المحايد في هذه المأساة. فهل يمكن أن تعود بذاكرتك يا مستر ساترويد وتخبرنا عن أشد هذه اللحظات إثارة لنفسك؟ هل كانت اللحظة التي سمعت فيها الطلقات النارية، أم التي وقفت فيها تنظر إلى الجسدين الهامدين، أم التي رأيت فيها الميسيز ستافرتون واقفة والمسدس في يدها؟ وركز ساترويت عينيه في وجه المستر كوين كأنه تلميذ أمام أستاذ، ثم قال ببطء: لا، إن اللحظة التي انطبعت في نفسي هي عندما وقفت أنظر إلى الميسيز سكوت بوجهها الصغير وشعرها الذهبي المشعث وبقعة الدم على شحمة أذنها. وما كاد يقول هذا حتى أدرك أنه ألقى بما يشبه القنبلة، وإذا بالمستر أنكرتون يتمتم ببطء: دماء على أذنها؟ نعم، إنني أتذكر هذا، وأعتقد أن قرتها لابد أنه انتزع من أذنها عندما سقطت على الأرض. وقال بورتر: كانت راقدة على جنبها الأيسر، فلا شك أن الدم كان على أذنها اليسرى. لا، بل كان على شحمة أذنها اليمنى. وتنحنح المفتش وقال وهو يمد يده بشيء بسيط: ها، لقد عثرت على هذا في العشب، إنه المشبك الذهبي للقرد. فصاح بورتر قائلا: يا إلهي، لا يمكن أن يتحطم القرد هكذا بمجرد سقوطها على الأرض، الواضح أنه انتزع من شحمة أذنها عنوة. وهتف ساترويت قائلا: نعم، لا شك في هذا، ولا شك أنها رصاصة تلك التي حطمت القرد وجرحت الأذن. وهنا قال المفتش: لم تنطلق غير رصاصتين فقط، ولا يعقل أن تجرح رصاصة أذنها ثم ترتد لتنفذ من ظهرها، فإذا افترضنا أن إحدى الرصاصتين جرحت الأذن وحطمت القرد، فإنها لا يمكن أن تقتل الكابتن ألينسون في الوقت نفسه ما لم يكن واقفا أمامها مباشرة وجها لوجه وجد قريب منها. لا، هذا لا يمكن إلا إذا كانت... وصمت المفتش فجأة، فأكمل له المستر كوين العبارة بقوله: إلا إذا كانت بين ذراعي. حسنا، لماذا لا؟ وتبادل الجميع نظرات الدهشة، ذلك أن هذا الاحتمال لم يكن يخطر ببال أحدهم، وقد قال المستر أنكرتون: ولكن الكابتن ألينسون لا يكاد يعرف الميسيز سكوت. وقال المستر ساترويت لنفسه: من يدري، لعلهما كان يعرفان بعضهما البعض دون أن نعلم، فقد قالت الليدي سينثيا أن الكابتن ألينسون كان لطيفا معها أثناء زيارتها لمصر في الشتاء الماضي. والتفت ساترويت إلى بورتر وقال له: أخبرني أن المستر سكوت تعرف بزوجته في مصر في القاهرة في الشتاء الماضي، فلعل ألينسون تعرف عليها أيضا في ذلك الحين. فقال أنكرتون: ولكن كان يبدو عليهما هنا أنهما لا يعرفان بعضهما البعض، لعلهما كان يتظاهران بهذا لغرض معين. وقال المستر كوين للمستر أنكرتون: أترى ماذا أوضح لنا المستر ساترويد بملاحظته الدقيقة؟ والآن جاء دورك يا مستر أنكرتون. ماذا تعني؟ أعني أني لاحظت أنك كنت مستغرقا في أفكارك عندما دخلت هذا البهو، ولا بأس أن تخبرنا فيما كنت تفكر حتى ولو لم يكن له علاقة بالمأساة. فتردد أنكرتون برهة ثم قال: الواقع أني كنت أفكر في موضوع خرافي لا علاقة له بالمأساة. لقد أخبرتني زوجتي أنها وضعت لوحا زجاجيا جديدا في نافذة الشبح،
وأني لأشعر أن تغيير لوح الزجاج هو الذي جلب هذا النحس. ولم يدري أنكرتون لماذا حملق في وجهه كلا من الميجور بورتر والمستر ساترويد الذي قال: أتقول أن زوجتك وضعت لوح زجاج جديد في نافذة الشبح؟ فعلا؟ نعم، في صباح هذا اليوم. وهتف الميجور بورتر قائلا: يا إلهي، لقد بدأت أفهم الآن. إن هذه الغرفة مكسوة الجدران بألواح الخشب وليس بالورق الملون. نعم، ولكن ما علاقة هذا بالموضوع؟ ولكن بورتر اندفع خارجا من الباهو والجميع يتبعونه، ثم صعد فورا إلى غرفة الشبح التي كان يقيم فيها سكوت وزوجته، وكانت غرفة جميلة، جدرانها مكسوة بألواح مصقولة في لون الكريم. وتحسس بورتر الألواح بيده وهو يقول أنه واثق من وجود مفتاح لباب سري. وفجأة سمع الجميع طقطقة خفيفة، وإذا جزء من الألواح يتحرك ويكشف عن الألواح الحائلة اللون في نافذة الشبح، وكان بينها لوح جديد نظيف. وانحنى بورتر فجأة، ثم التقط من على الأرضية ريشة نعام، ثم نظر إلى المستر كوين وبادله هذا النظر وهو يومئ إليه برأسه. وعبر بورتر الغرفة إلى خزانة الملابس، حيث وجد فيها عددا من قبعات الميسيز سكوت، وتناول منها قبعة عريضة الحافة مزينة بالريش من طراز سكوت. وبدأ المستر كوين يتحدث بهدوء: لنفرض أن هناك رجلا شديد الغيرة بطبعه، رجلا سبق أن أقام في هذا البيت أياما أو أسابيع، وأعرف سر هذا الباب السري الذي يخفي نافذة الشبح من داخل الغرفة، ولنفرض أنه أراد أن يتسلى ففتح الباب ونظر من وراء زجاج نافذة الشبح إلى الحديقة الخاصة، فرأى زوجته بين ذراعي شاب من الضيوف وجن جنونه من فرط الغيرة. ولكن ماذا يفعل؟ لقد ومضت بباله فكرة أنه يذهب إلى خزانة الملابس ويأخذ منها قبعة ذات حافة عريضة مزينة بالريش، وكان شفق المساء يتجمع في تلك اللحظة. وقد تذكر الأسطورة التي تدور حول شبح النافذة، ومن ثم اطمأن إلى أن أي شخص يراه من الخارج سيحسبه شبح الفارس الرقيب. وهكذا راح يراقب الزوجة والشاب حتى إذا رآهما متعانقين أطلق مسدسه عليهما وقتلهما برصاصة واحدة نفذت من الزوجة واستقرت في صدر الشاب. ولكنه أطلق رصاصة أخرى أطاحت بقرط الزوجة، والمعروف أنه بارع في إطلاق النار وإصابته الهدف لأنه صياد مشهور. ثم ألقى بالمسدس من النافذة إلى الحديقة واندفع عائدا إلى قاعة البلياردو، ومنها إلى الحديقة مع المستر أنكرتون. وهنا قال بورتر في دهشة، ولكنه تركها، ترك الميسيز ستافرتون معرضة للاتهام، لقد وقف ساكنا وتركها تتحمل تهمة ارتكاب جريمة وهي بريئة منها، فلماذا فعل؟ لماذا؟ أعتقد أنني أعرف لماذا، أعرف بالاستدلال والاستنتاج، فليس لي مفر من هذا. أعتقد أن ريتشارد سكوت كان يحب إيريس ستافرتون إلى حد الجنون، وقد بلغ من قوة حبه لها أن عواطفه صارت مشتعلة حين رآها بعد فراق سنوات. لقد اشتعلت عواطفه بالغيرة المجنونة هذه المرة، ذلك أن إيريس ظنت يوما أنها أحبته، ولكنها بعد أن عادت من رحلتها في قلب إفريقيا أيقنت أنها أحبت رجلا آخر، الرجل الأفضل والأكثر اتزانا. فقال بورتر في ذهول: الرجل الأفضل؟ ماذا تعني؟ فابتسم كوين وقال: أعنيك أنت. ثم صمت برهة قبل أن يردف قائلا: لو كنت في موضعك لذهبت إليها الآن وأخذتها بين ذراعي. فقال بورتر في حزم: أي نعم نعم، سوف أذهب حالا. ثم استدار وانطلق مسرعا إلى إيريس. تمت بحمد الله.